أخبار اليوم. شيء عظيم جدا جدا. هذا الأمر مثقف، مثقف جدا، مثقف ثقافة إسلامية وسطية جميلة، ومثقف أيضا ثقافة حياتية جميلة. لا الماء ولا البترول ولا أي علامة تانية ممكن تؤثر تأثير الثقافة والشعب. من بلدك، من مصر، من وطنك الجميل، من بلدك. وأشكر أيضا دولة العربية، وأشكر المملكة العربية السعودية شعب. بنلاقي ناس في الحلم عامله انقلاب. دائما الجيش المصري بيقف جنب الشعب. دائما هو هذا الشعب حجمه في الدافع والخير. لحسن الحظ كان عندنا ثقافة أيضا، نحن عندنا موروثات ثقافية قديمة جدا لم تلهم قلب وعقل الشعب المصري. لما احنا عصرنا معتقد الشيخ سلطان أحد الشخصيات اللي عصر مصر، شاف أحداث كبيرة في العالم العربي كله بل في العالم كله. وانا كنت عرض علي انه يصورني عشان يعني واحد لما يتكل على الله ويقول السواد انه يعني يبقى في برد على اي حاجه. وكان صديقي استاذ كبير استاذ لبيب مناقش واحد من المثقفين النظام في مصر، كان في منتهى البساطه ولكنه مثقف كبير، كان متحمس جدا انه يعني سيره ذاتيه، ولكن يعني توفى الله رحمه الله عليه. وانا مش فاضي دلوقتي، مش عايز يعني انا بعتمد على الناس وعلى الارشيف وعلى اللي يعمل حاجه. فقال لي وكان فجاه انهم يختاروني طبعا المفاضله الى الشؤون الماليه المتحده كسفير للمواد الحاسبه للشؤون الماليه. الإنسان بدون وطن كان في أول زيارة عاملها كانت في اليمن، وكنت أشوف اللاجئين اللي هم بيبدأوا من القرن الأفريقي الصغار إلى الشواطئ اليمنية، كانوا بيتفقوا مع متعاهدين يجوهم اليمني، وكانوا قبل ما يوصلوا للنفق الواحد مش عارف كام دولار، وكانوا قبل ما يوصلوا للشواطئ اليمنية كانوا بيمروا في البحر لأنهم ما يقدروش يتعدوا الحدود، وكان اللي بيوصل يوصل واللي ما بيوصلش بيعملها حاجة. كان في مشاكل